واحد بيقول انا شاب محاسب ابلغ 24 عاما، ارتبطت انا وفتاه بعلاقه محبه وتفاهم وتمت الخطوبه، ولكن والدتها متسلطه ماديه تريد هدايا ذهبيه غاليه، وزوجها اللي هو ابو البت يعني ضعيف الشخصيه يشير علي بمسايرتها زي ما هو سايرها يعني، بيقول ومسدد كل مواد بيني وبين بنتها حيث انها تبغي تزويجها لانسان عنده فلوس يضمن مستقبل ابنته على حد قولها، في حيرة من الامر. المهم هل البنت ماشية في سكة والدتها ولا لا؟ يعني هل هي وامها سكة واحدة؟ اذا كانت سكة واحدة يبقى خطر عليك، لكن اذا كانت البنت هي نفسها تعبانة من تسلط امها وتعبانة ومكسوفة من طلبات امها تبقى حاجة تانية، تبقى انت هتنقذها منها. فشوف اقعد مع البنت شوية وقول لها انت يرضيكي تصرف امك كذا 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 كذا، ان كانت من نوعها زي المثل اللي بيقول اقلب القدر على فمها والبت تطلع لامها. لكن مش كل بنت بتطلع لامها، مش كل بنت بتطلع لامها. فنصيحة ابو البنت اللي بيقول لك خليك في مسايرتها، كمان الهدايا اللي انت بتديها هدايا للبنت ولا هدايا لامها؟ ان كانت هدايا للبنت يبقى لما تتجوزها كله يرجع لك تاني وكانك ما دفعتش حاجه، ان كانت الهدايا لامها او امها تضع اليد عليها تحط وضع اليد يبقى الحكايه صعبه. الحكاية دي توريكوا ازاي الام ممكن تضيع بنتها وممكن تفك خطوبتها اذا كانت بهذه الطباع، وفكر انها بتنفع البنت بينما هي بتضرها.